هذا البرنامج كوميدي ساخر، هدفه الأول والأخير هو أن تضحك. كل الشخصيات والأحداث الواردة في مشاهده هي من خيال فريق الكتابة، حتى وإن تشابهت مع الواقع. نؤكد على جزيل احترامنا لكل المشاهير الواردة أسمائهم في البرنامج. هدفنا ليس التقليل من شخوصكم، وإنما السخرية من أخباركم، وتناولنا لأخباركم بشكل ساخر هو دليل على وصولكم لمكانة تستحق الاهتمام والمتابعة. لذا نقدم خالص الاحترام لما وصلتم إليه من مكانة. ثانيا، ولتقبلكم لحس الدعابة أولا. انت كلت يا حبيبي؟ مش اكلتك دي والله. تسلم ايدك يا ست الكل يا قمر. يا حبيبي الف هنا. طيب استنى على الشقه بالله. إيه حضرتك يا فندم؟ طلبت معانا واحد مكرونه، اربع قطع بانيه، واحد تشوكليت براونيز، يبقى الحساب 43 جنيه زائد 12% ضريبه ملاهي. والتبس بقى انت وذوق حضرتك. حساب ايه يا ماما؟ وتبس ايه واحنا قاعدين في كافيه؟ يا حبيبي انت عارف الدنيا خلاص غليت وبابا عليه لود جامد الصراحه، وانتم مضيعين فلوسكم كلها في الكافيهات، فاحنا قلنا احنا اولى. ونظرا لذلك يا فندم قررت اداره المكان اللي هو انا وبابا اي خدمه هتحصل عليها هنا هيبقى بمقابل مادي. يا ماما اللي انت بتقوليه ده، انتوا عايزين تحاسبوني على الاكل في بيتي؟ لو عندك مشكله يا فندم او اي اعتراض ممكن عندهلك صاحب المكان. يا بابا اوبس سوري مستر حسين. يا فندم ايه المشكله يا فندم؟ خير؟ ايه المشكله يا فندم؟ الاستاذ رافد يحاسب يا فندم. ليه كده يا ابني؟ ده احنا حتى اسعارنا ارخص من بره بكتير. يا بابا اللي انت بتقوله ده مفيش حد في الدنيا بيعمل كده، ده بيتي يا جدعان. طب ما اخوك مادة هو مش معترض ولا ايه يا مادة؟ دادا مادة. طيب وايه راي حضرتك يا فندم في اداره المكان؟ ماما مادة حبيب مامي شرفتني يا فندم. يا سلام. طب طالما الموضوع كده بقى خوري يا خرش يا بحت، تعالى اقول لك. انا؟ ايوه انت. انا اكلك. ايوه يا فندم. اجري هات لي حجر شيشه. نعم. ايه بفلوسي؟ تحت امرك يا روح امك. استنى ابقى ظبط لي الولعه. عيني. استنى خد دول عشان الاولاد. ده الولاد هيفرحوا، هيدعوا لك قوي يا باشا. ماما ماذا مام؟ انت جعني يا حبيب ماما. ماما خد يا حبيبي انت مرزق. يلا سيزر سلطة اهي على حساب المكان. سيزر سلطة دي سلطة بلدي انا مسميها سيزر. مفتاح شيشة في البيت يا راجل. ايه يا حسين من غير اللي يتبي؟ طبعا. اتفضل يا حبيبي اتفضل. اسحب بقى. مساء العسل. صباح الفل. ماما ماما. اي حبيبي. بقول لك القميص الازرق بتاعي فين اللي كان جوه؟ ثانيه واحده حضرتك يا فندم. حضرتك تنظيف ملابس زائد كوي قميص زائد تلميع حذاء يبقى الحساب 25 جنيه يا فندم. 25 جنيه؟ ليه؟ ايه ده؟ حد يقول لماما ليه يا فندم؟ اسف يا ست الكل. الفلوس بس اهم حاجه. اتفضلي يا ست الكل. شكرا جدا. ثانيه واحده يا فندم هجيبه لحضرتك حالا. شرفتني يا فندم. شكرا. بقول لك يا حسام. نعم. معاك رصيد؟ لا ما معيش. شوف مع الواد مادة. مادة ميدو. مادة 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 مادة. ما تجيب الموبايل بتاعك كده شوف حاجة. اجل عاد انت هو العب فيديو. بتكلم وباكل ببلاش ومفاجأة. انا بلغت ولا هجيب سيرة هفشخه. مادة ماما حبيب مامي. ادي كيكة هي يا حبيبي بولي بتي يا بيبي. يلا عشان تكبر وتنفعنا احنا بنربي زبون. بتربي زبون؟ لا دي ما بقتش عيشة بقى. في الصالة الاكل بفلوس وفي الأوضة اللبس بفلوس. نروح فين؟ المطبخ؟ لا المطبخ ستاف اونلي. طب بعد اذنك ممكن اخش الحمام؟ البيت بيتي. ولا كمان الحمام ممنوع؟ كل سنة وانت طيب يا فندم. انتوا بتعملوا معانا كده ايه؟ عشان احنا من القاهرة
سلام. مساء الخير عليكم، كل سنة وانتم طيبين، وشرف كبير لي أن أكون معاكم. وصدقوني أنا لما قعدت مع فريق البرنامج واتكلمت معاه، قالوا لي تحب تتكلم عن إيه في مصر؟ أو تتكلم عن حاجة حصلت لك؟ قلت لهم أنا عايز أتكلم عن أهم مكان أنا بحبه في مصر، وهو كوبري أكتوبر. كوبري أكتوبر بالنسبة لي يعني مصدر إلهام. أنا عارف واثق كويس إن هو بالنسبة لناس كتير قوي كابوس، يعني ناس كتير قوي بتفهم كوبري أكتوبر إن هو زحمة وخناق. أنا بالنسبة لي ده مصدر إلهامي، واثق إن في ناس بتستخير ربنا قبل ما بتطلع كوبري أكتوبر. بس أنا كوبري أكتوبر ده كان مصدر إلهامي من أوله. الكوبري زحمة، قلت دايما دموع دموع دموع، شالوا العربية اللي موقفة الطريق، قلت والله وعملوها الرجالة ورفعوا راس مصر بلدنا. يأذن عليها المغرب في رمضان، أقول محمد نبينا عليه الصلاة والسلام. واحد دخل عايز يتخانق معايا، أقول له أنت عارف أنت بتكلم مين؟ يقول لي مين؟ أقول له أنا سبونج بوب. طبعا النهارده هكون معاكم كمطرب وكممثل ومش عارف كايه تاني، لان هم واخديني فحت وراد من النهارده. بس انا سعيد ان انا هكون مع بغني مع فرقه ابتكاسات. تحيه ليكم واستنونا. حاولي يا وليه، حاولي. السلام عليكم. فتاحة عليمة رزاقة كريم. يا قاعدين يكفيكوا شر الجايين. يا مستني السمنة. من ورك النملة. وإيه السوبر ماركت اللي أنتوا فيه ده؟ أنا بس معلش أنا. أنت مين وعايز إيه؟ حضرتك أنا المهندس علاء جاركو في الشركة اللي وراكو، كنت جاي أسأل عن حد هنا بس. أنا هتغف فيهم. مين؟ أنا دغوف ساكن هنا. بسأل على الأنسة سندريلا اللي هي في الدور الثالث. أنسة؟ أيوة. أخيراً طلع لها أهل. الساعة في إيدك كام؟ أنا ما بلبس ساعات، بس هي ممكن تبقى دلوقتي الساعة 12 أو 12 ونص يعني. هتلاقيها داخلة علينا دلوقتي. هي أوعى تكلمني، كأني جاية ورايا تاخد هدومي مني. وتبقى حكاية. هي يا سندريلا، استني ام سمير تطلعك. ايه يا عم ولا سكرانة؟ ايه لا بيعرف انك لسه راجع من الجيم. جيم؟ مين هيرجع وينام زي كل يوم؟ انا. يلا حبيب. هترجع ايه؟ انا مش فاهم حاجة. هي بتتأخر كده دايما، وانا مش فاهم اي حاجة. ليه يا بيه بس يا بيه؟ ما انا قلت لك يا بيه العماره دي مش تمام يا بيه، يعني في حاجات غريبه بتحصل. لا حول ولا قوه الا بالله. صباح الخير. بقول لك ايه، مش دي عماره ثلاثه؟ وجاي تسال على مين انت كمان؟ لا انا عايزك بس تطلع الفرده دي لاستاذه سندريلا، نسيتها عندي يعني في الشقه عندي امبارح. هي بتحب تمشي حافيه. اتفضل يا سيد. صدقتني هي فعلا كانت بتجري، بنجري ورا بعض حافيين و... لا أنا مش مصدق. معقولة في ناس وحشة للدرجة دي يعني؟ ربنا يتوب علينا بقى من الشغل في العمارة دي، كل يوم ناس سكرانة وحاجة تكسف. بس كويس إنك سألت برضه يا كاستاذ، يعني تعرف بدل ما تقع في واحدة مش تمام ولا حاجة. يلا احنا عندنا ولاية برضك. وليه يا عبد الصمد يا أخوي؟ صح يا صباح. طب يا مين؟ هو طب أستاذ صباح، أنا كنت تفضل. كنت بس انا شايفكم ناس طيبين يعني، وقلبي ارتاح لكم. عمر انا بصراحه يعني عايز اتجوز، وتنصحوني بمين يعني؟ انا قلت العماره دي يعني. بص بقى يا سيدي. ايوه. عندي الانسه النائمه دي ساكنه في دور الساتت، استعمال طبيب. طبيب؟ جيتك ايه يا عويس؟ حرام عليك، عايز تتجوز ولدي؟ مالها بس؟ مالها بس؟ اهي جات اهي. على طول مسهوكي كده، مش عملت مش اكلت مش هبب، مش يمكن مش شرقيه. وقال ايه دخلت في غيبوبه، والدكتور قال ما ينفعش تفوق من الغيبوبه
لما راجل يبصها لازم يبصها راجل او مراتي، ما بتفرقش اصلا. فيزبيان فين؟ فيزبيان فيزبيان فيزبيان. سيبك انت من الجميله النايمه دي، مالكش في الناشف. السلام عليكم. لا 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 اقعد اقعد فين؟ تعال اقعد. ناشف مين يا عم؟ انا راجل قوي يا بيه. مستعجل الجو ده ليه؟ اصبر، هات الخضار وتعالى ورايا يا وحش. وحش دي ست جميلة، دي جميلة قوي. سعيد يا سعيد، لو هتشوف بقى الأجمل دلوقت يا بيه. انشف انشف انشف. ايه؟ لو شم النخافة يعضك، عض على لسانك، عض على لسانك. ده يا سيدي الأستاذ سعيد الوحش، جو الست جميلة. الجميلة والوحش؟ يس. طب يعني يعني الجميلة دي متجوزة الدغفش ده؟ عشان مشعر حبتين يعني؟ يا بيه الفلوس بتعمل أكتر من كده يا بيه. أنا أقول لك برضك جبنا في سيرة الفلوس. السلام عليكم. إزيك يا عم شعبان؟ إزيك يا باتمان بيه؟ طوقت لي العربية زي ما قلت لك. لا لسه. ليه؟ وش ما كانوش سوا. على طول ايدك تجيلها كده يا باتمان بيه، اني هطوق البات موبيل بنفسي. اتفضل يا باش، اتفضل يا بيه، اتفضل. تحشى قوي استاذ صباح. اتفضل. هو استاذ باتمان ده ايه ليك في الوطاويط؟ لا قول لي يعني عرفني. لا مش قوي، بس انا بقول لك انا شكله كده راجل محتشم ومحترم، مفيش ملوش اخوات بنات يعني. محتشم يا بيه وعشان لابس نقاب يعني؟ اه اكيد. طيب يا بيه ده واد فاجد من مدينه غسم، ابوه وامه مسافرين الخليج وسايبين له قرشين، ما تفهمش بينزل يسكر كل يوم وينزل بالليل ويرجع مضروب من واحد مدمن ميك اب كده اسمه الجوكر باين. طب وين الجوكر؟ طب مين الراجل اللي ورا ده؟ ده استاذ الفريد الدادي. يلا يا رشيد، يلا يا رشيد. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طب المعزه دي ظروفها ايه؟ دي طالع الاستاذ بكار في الدور السابع. هو اصله عنده ميول غريبه الصراحه. ايوه بايشيك شوال. بايشيك شوال. انت عمرها غريبه خالص. شعبان شعبان. ايوه حجه. فين الباقي يا شعبان؟ بص بقى يا باشا. وصدق دي خايف من ايه بس؟ دي ست نداها اللي في الاول. عليك يا حجي. نداك مين؟ يا علاء. علاء هي اللي عليها. فين يا علاء؟ هي اللي عليها اسمه علاء. ست محترمه والله. لا يا ست انت زعلت يا حجي. ناداني يا لهوي. جرالي ما بكم في أهم الأنباء، معكم خالد منصور. وبدلا من شادي أنا نائل النقراشي. بس أنت إسلام، أنت معنا في الكاست هنا. لا أنا نائل النقراشي الإعلامي المعروف، ما تخرجنيش من الكاركتر. أوكي طب اتفضل يا إسلام، قصدي يا نائل يا نقراشي. شباب بعد ارتداء الكعب العالي بيعمل تشنجات في الركب، طبيعي أي راجل قدام الكعب العالي ركبه بتبوظ يعني، ده الخشونة موتاني. داعية سلفي مشككا في توقيت صلاة الفجر، المصريون يصلون قبل موعده بعشرين دقيقة، وجاي تقول بعد رمضان ما خلص؟ تعرف التلت ساعة دي أنا كنت شربت فيها كم إزازة فودكا مية؟ بيومي فؤاد يظهر على تويتر. طب فين الخبر يعني؟ مش فاهم يعني. بيومي فؤاد بيظهر في كل مسلسل، في كل فيلم، في كل مسرحية، في كل إعلان، في كل مكتب إنتاج، في كل مجلة، في كل جورنان، في كل حتة، في كل وقت، في عادي، ويزحف ويتوغل وينتشر ويتسرب ويستمر عادي. لو عاوزين تسقفوا تسكيه يعني. قعدنا يومين على الإفيه ده. قال موقع سكاي نيوز عربية أن شخص رفع دعوة ليتزوج من كمبيوتره، وواحد هيتجوز موبايل والتاني هيتجوز كمبيوتر. ايه حالة الهياج الالكتروني اللي عندنا دي يا جماعة؟
روح انام انا بقى مع الغساله. الغساله الاوتوماتيك؟ لا ام سيد. فتاه تلقت صدمه عمرها، امها طلعت ابوها. ومعنا للتعليق على الخبر استاذ فخر المرشدي. اهلا بيك حيو معانا يا جماعه. اهلا بيك. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ استاذ مدام فخر عشان المدام بتزعل. متاسف جدا، اشرح لنا يعني يا فخر ايه حكايتك؟ والله حضرتك انا كنت متجوز ومخلف سهيله، بس امها توفت وهي بتولدها، فقررت ان انا ما احرمهاش من حنان الام. فاتجوزت طبيعي يعني؟ لا ثانيه واحده. في ايه الموضوع؟ في ايه تحت هنا؟ ثانيه يا مراتك في، معلش ثانيه واحده يا جماعه، الراجل اصله يا مدام. ايه اتفضل يا الله، اشتريت باروكه. مش فاهم حضرتك يعني ايه. شوف حضرتك، هي الفكره جات لي في حياتنا العاديه، في شامبو بلسم 2 في 1، قهوه ولبن 2 في 1، سور نادي ومبولة 2 في 1. فانا قلت ليه ما بقاش بابا وماما 2 في 1. اوكي طب عظيم. وهل يا ترى نجحت الفكره دي؟ طبعا البيت كان هادي جدا ومفيش اي خناقات على المصروف او التلفزيون او مستقبل البنت. انا ونفسي متفاهمين جدا. وسهيله بنتك او بنتك يعني ايه موقفها من الموضوع ده؟ عاشت طفوله سعيده. اصل حضرتك طول ما الطفل معاه ابوه وامه وخالته وعمته هيبقى عايز ايه من الدنيا؟ اوكي. وخالها وعمتها موافقين على الموضوع ده يا ترى؟ ده هم موجودين حضرتك، سواء انا اجيبهم لك. ادي خالتها. وادي عمها. ده عمتها. لا بقى خلاص، انت ليه تعب نفسك كده يعني ليه؟ لا والله ده الاستاذ مراد كان عايز يجي يحضر برنامج، بيحب حضرتك قوي. ده استاذ مراد ما شاء الله. طب اعتبره ظهر وخلاص، معلش وقت الفقره بس يعني ما تاخذناش يعني بعد كل الوقت الطويل ده. سهيله ما اشتكتش من اي حاجه في اي حاجه؟ بص حضرتك، احيانا كانت ما بتبلعش الموضوع قوي عشان كانت يعني ساعات بتلاقي علامات غريبة في جسمي ليلة الجمعة، فأنا كنت بمتص الموضوع بصعوبة. زي إيه؟ يعني مرة حضرتك سألتني ماما أنت ليه دقنك تقيلة؟ بابا أنت ليه عامل سويت؟ يعني أسئلة عادية كده الأطفال بيسألوها لبعض. مفهوم طبعاً، مفهوم جداً. الموضوع كله انكشف لما اتاكدت ان انا ما بظهرش، لما اتاكدت ان احنا ما بنظهرش مع بعض في نفس الوقت او بنكلم بعض في التليفون. يعني الشبه الفظيع يعني بين كل افراد العيله ممكن برضه، بس يعني انا قلت لها ان اتنين لما بيحبوا بعض قوي بيبقوا شبه بعض قوي. اوكي. طب وبالنسبه لخالها وعمتها؟ انا مفهمها ان انهم متجوزين برضه ومخلفين ادم وياسين. ثواني هم معايا. ما شاء الله معاك ياسين ولا ايه؟ ده ياسين. اوكي وده ادم. لا اله بس خلاص، انا قفشت اللعبه الصراحه. وحضرتك ناوي تقول سهيله على الحقيقه قريب؟ والله انا كنت بتناقش مع مامتها في الموضوع دوت، بس هي يعني دماغها ناشفه حبتين وشكل الموضوع هيرس على طلاق. ربنا ما يجيبش الطلاق ان شاء الله. لا يجيب، يا رب يجيب. فعلا اصل انا حاطط عيني على واحده روسيه معايا في الشغل، ست ايه، ربنا يوفق ان شاء الله، ست محترمه وهتعوضني عن كل اللي فات. اسمها ساشا روماندوف. يا حيوان. طب حيوا معانا، حيوا معانا مدام استاذ. ما تعليش صوتي، ما تعليش صوتي. حيوا معانا العيله كلها. بس يا بنت بتعمل ايه؟ خد العيله معاك، خد. صلاه تحت الماء في تركيا. هو احنا بنصلي فوق الميه عشان نصلي تحت الميه يا جماعه؟ يلا ومهما عملت وضوءك مش هيتنقض. سعيد حساسين، احنا اشكال ضله وبهدلنا مصر. معلش سوري، الخبر ده بتاعي على فكره. معلش يعني انا جاي انقاذ موقف، ما تضايقش معايا يعني. طب خلاص والله اتفضل يعني، ما دام عينك في الخبر خايف اقول وازور. قول تزور وانا مستني منك خبر، انا عالمي كبير. خلاص خش يا بابا خش. لا والله ان شاء الله اللي يقوله غيرك يدفعه. اوكي. لا حضرتك اللي تقوله. لا والله ابدا لا يمكن. سعيد حساسين، احنا اشكال ضله وبهدلنا مصر. طب وليه كده حساسين؟ ما دام انتوا اشكال ضله وبهدلتوا مصر، انا معاكوا ليه؟ اطلع ضله يا حساسين. اطلع ضله، اطلع بره. اكتشاف من علي جمعه، الصداقه الحميميه بين الولد والبنت مقبوله. صداقه حميميه يعني ايه؟ نحمي بعض يعني ولا؟
وهي تقول لي يا حميمي وانا اقول لها يا حميمتي. اصل حميمتي تعباني قوي ما بتتصلش بيا صراحه. احباط تهريب 28 كيلو جرام من خيار البحر بحوزه راكبه صينيه بمطار القاهره، وعندما سئلت المهربه عن سبب احضارها كل الكميه دي من الخيار قالوا لها دي هتعمليه كلها في السلطه؟ قالت لا ده استعمال شخصي. مايكروسوفت تدخل رسميا عالم تجاره المارجوانا. يعني اجي افتح الويندوز الاقيه بيصبح عليا ولا ايه؟ صباح الفل قطه فرل. قاتل زوجته في المنيا، خنقتها بسبب النكد. بسبب النكد؟ شوفي بقى احنا صابرين عليكي قد ايه؟ مالك ايه بنتي؟ دراسه، اشياء عليك اخفاؤها لتنجح في عملك. وطبعا مش هقول لكم عشان افضل اعلامي ناجح وتفضلوا فش، هنتظر ايه من بلطجي؟ الصحة، نهدف لخفض معدل الخصوبة للوصول ل 110 ملايين نسمة في 2030. خفض معدل الخصوبة؟ طب كل واحد ياخد باباله من لبلبه يا جماعة، الناس دي ممكن تتغاب عادي وتعملها عادي. وأضاف المصدر تدرس الدولة إلغاء يوم الخميس. صفع المرأة يقيها من التجاعيد. انت هتقيها من التجاعيد بس احتمال يتفتح وشك عادي يعني. هذا ثمن الجمال. بعدين مفيش واحده هتقول لك اضربني كمان عايز اصغر يعني. اصفعني اسبانكي. ثانيه واحده، هو الصفعه على الوش ولا في حته؟ مش مشكله، مش مهم، اتفضل. الهند تنوي اطلاق 22 كاميرا صناعيا على صاروخ واحد. طب ممكن صوره للقمر يا جماعه؟ اديني بقى صوره للصاروخ. صورة للإطلاق؟ لا بلاش عشان الأطفال، بلاش الإطلاق. بلاش. وكانت هذه آخر فقرة في أهم الأنباء، كان معكم خالد منصور. وأنا نائل النقراشي، إسلام إبراهيم يا جماعة. صباح الخير. هو ده المكان؟ عشرين شارع عشرة. حلو قوي كده، كده احنا وصلنا اول ناس، ضمننا الترقية. جاهز؟ جاهز. بيفتح لبره، خد بالك. دي سجارة. خد خليها معاك، هتنفعنا في التحقيق. ايه ده؟ ايه؟ دي بطعم الشوكولاتة، مش هتنفعنا في التحقيق. كله سالم نفسه، المكان كله محاصر. غير التون يمكن تجيب معاهم. كله يسلم نفسه، المكان كله محاصر. انت ايه اللي عملته ده يا مجنون؟ ولا كان يعني قصدي. وبعدين خلي قلبك جامد، دي اكيد رئيس العصابه. يا نبيل، نبيل. الو. ايوه يا فندم، احنا في مكان الجريمه في 20 شارع 10. الجريمه في 10 شارع 20؟ ايه الجريمه في 10 شارع 20؟ انتوا فين؟ ايوه يا فندم. ملوخيه. ملوخيه ايه يا مطر؟ عربيه يا فندم. عربيه ايه؟ في الطريق، في الطريق. احنا في الطريق يا فندم، احنا في الطريق. ايوه يا فندم، معلش العجله نايمه شويه. ايوه بسرعه. ماشي يا فندم، السلام عليكم. سلام سلام. وبعدين هنعمل ايه في المصيبه اللي انت وقعتنا فيها دي؟ هنعمل ايه يعني؟ الست ماتت، هنقومها؟ والست الغلبانه دي سبها ايه معانا؟ أمي أنت كويسة؟ إيه اللي أنت عملته ده؟ افهم يا أخي افهم، ده عشان مصلحتنا. تفتكر يعني لما يعرفوا إن إحنا قصدنا ست عجوزة هيطبطبوا علينا؟ تقوم تقتلها؟ أيوة يا أخي، أنت لسه مستجد. كده كده القضية هيتفتح التحقيق فيها كمان يومين،
وكده كده هيعرفوا ان احنا اللي قتلناها، فمش لازم نسيب اي اثر ورانا، فهمت؟ الحساب 85 جنيه و80 قرش يا فندم. ايه ده؟ انا جاي ال 20 شارع 10. لا ما انا افهمك بس، اصل احنا يعني يا نهار اسود، انت ايه اللي عملته ده؟ انت لسه مستجد، التحقيق هيتفتح ويعرفوا الجانب في يوم ولا اتنين. احنا لازم ما نسيبش اي اثر ورانا. يا غبي يا غبي، ده كده كده كان ممكن يعدي عادي. كنا هنعمل ان احنا بنحقق في الجريمه. طب وبعدين؟ انا ولا قبلين. هو المعلم مش ناوي يجي النهارده ولا ايه؟ اكيد هيجي وهيطين عيشتنا بسبب العمليه اللي راحت علينا امبارح. العب. ربنا يستر. اوش. باشا. بتعمل ايه انت هو؟ ده احنا قاعدين في خير يا ريس. قاعدين في خير يا. اموت يا! انا مش جيت يالا. القمه اللي احنا وقفناها دي ليك يا ريس؟ اقعد يا. احنا خدامينك طول عمرنا. اقعد يا فتاة يالا. الرجالة اشتكوا منكم في آخر عملية. أنا بسامح أول مرة. المرة التانية ما بعرفش أمي. طب ليه كده يا ريس بس؟ يعني ده حتى الأم مدرسة. أم مدرسة. يا ريس. تعال علمك يا مدرسة. يا ريس والله ده أنا بهزر معاك يا ريس. يعني ده كل حاجة سواء احنا هنسجل في السناجيف وكل حاجة صدقني هتبقى قشطة. يا ريس قدها القشطة؟ تقريبا. كتفني الواد ده علام. حاضر يا زعيم. قطع لي سبع الصبح. اقف يا يخرب بيتك. قشطة ايه؟ بتفكروا بمراته اللي خانته ليه دلوقتي؟ انت ما شفتش عامل ايه في بتاع اللبن لما قال له اللبن ده يعمل قشطة كتير؟ اقف. طب انا اسف يا معلم، سامحني والله العظيم كل حاجة هتبقى فلة. الواد ده الفل على ما اعتقد. نعم ما اقصد يا معلم. الواد ده لا. يا جابي يا جابي، فقول لي دي كانت مراته الاولانيه قبل قشطه.
وخانته برضه؟ ايوه. موت بقى، ما تعصبوش اكتر من كده. بس الطلقه جت في رجلي يا صاحبي، ما تموتنيش. بقول لك ايه، المعلم قراراته انفعاليه، ولو شافك لسه عايش هيعيط ويجرقنا. بتتكلم في ايه انت وهو؟ لا 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 ده لا لا ابدا يا ريس، ده انا بموت بس وبوسع على اولادي والله العظيم. بالظبط كده يا معلم. استنى ما تموتش دلوقتي. ليه؟ ما اقدرش اشوف النهايات التعيسه دي. استنى. موت يا نونو. انت بتقول ايه؟ لا يا ريس، انا بطلع في الروح. يا نونو يا نونو يا نونو. هي خليته مع مين؟ مع كشاف النور. ايه الضلمه دي؟ هو فين الكشاف؟ انت بتقول كشاف قدامي؟ والله ما اقصد يا ريس. انت تعرف ناس الكشاف يالا؟ لا على الله ما اقصد. خلف الله يرحمك يا فهيم، ما كانش عندك فهم خالص. ولا حكيم. يا زعيم انا موتت الواد ده ولا ايه؟ مات. لا يا راجل انا اسود. مالك يا معلم؟ ما تزعلش نفسك، ده كلب وراح. وبعدين يا معلم دي اول مره تقتل فيها يا عم. انت عارف انا المره ال 30 بقلب بيجمد. المهم الواد نعيم فين؟ نعيم؟ بصراحه يا معلم انا ما كنتش عايز اقول لك، بس انا لازم اقول لك. طبعا الواد نعيم بيخونك. نعيم بيخوني؟ قصدي بيخوننا كلنا يعني. نعيم بقاله 15 شغال معانا. والله يا معلم بيخونك. انا 15 سنة شغال معانا بيخوني. ايوه يا معلم، ده انا لما اتأكدت كلمت وداني. كلمت ودانك ازاي يا؟ يعني ايوه كلمتها ازاي؟ حطيت بقي فيها. بان على حقيقته بقى نعيم وقشطة وفلة وناصر كشاف وكله وليلى. خلاص يا معلم، يقطع النسوان والرجاله وسيرتهم يا معلم. يا معلم انساهم، دول ما يجوش في ضوافرك حاجه. انا تعبان. يا صباح الفل يا عم كريم، انا عايز كلهم. صباح الفل يا رجاله. صباح الفل يا معلم. صباح الخير يا حبيبي. صباح الخير معلم. ايه يا نعيم؟ انت عينك حمرا ليه؟ لا مش حمرا يا نعيم، ده حاجه معلم دخلت. معلم انت كنت بتعاين. لا دي حاجه دخلت في عينيا يا نعيم. معلم عينك التانيه حمرا. لا ما فيهاش حاجه، ما انا كده مش هشوفك يا نعيم. انت بتكذب عليا. لا يا نعيم. ايه يا معلم؟ ايه البودره اللي على كتفك دي يا نعيم؟ دي البودرة بتاعتنا يا معلم، البودرة بتاعتنا. وانت مش قلت لي اروح اطفيها اسلم البضاعة؟ ايه يا معلم؟ انت بتنسى؟ بس الصنف ده مش بتاعنا يا نعيم. ده احلى. لا لا يا معلم، ما هو انت كده اديك انت حرقت السربرايز يا معلم. اتفضل يا عم، انا كنت جايب لك الصنف بتاع كولومبيا اللي انت كان نفسك فيه. امسك يا عم. دايما كده يا عم بقى، دايما كده يا عم. في ايه؟ انت دايما دموع، دايما دموع كده يا معلم. في ايه يا معلم؟ معلش يا لعيبه، انا ظلمتك. انا بس يا انطر يا عم، انطر يا معلم. ده اخويا ده كداب يا معلم. يا ده جايب لي سبرايز. يالا انت يا انا اسف يا نعيم. معلم معلش. دائما فولو يور هارت. يعني ايه؟ كل سالم نفسه، المكان كله محاصر. سعاده الباشا، حضرتك جيت في الوقت المناسب. الواد ده بيخني وجايب لي سبرايز من مش عارف من ايه. كولومبيا. كولومبيا يا باشا. هو بيخونك. أيوة. بس معانا يا راجل. كله بيخني. نعيم حسبي الله ونعم الوكيل يا اولاد الذين. ليه كل حاجة حلوة عمرها قصير؟ امال بلعب عشان مين؟ بتلعب عشان البلد، عشان العروبة، عشان شارع ترسا واللبيني، عشان كل راجل وكل ست،
كل عامل وكل مزارع عشان امك، عشان امك الغلبانه، عشان عم حسن. اتفضل انت عم حسن، اتكل على الله. ما تقلقش يا كابتن، ان شاء الله ربنا يكرمنا وهيوفقنا جامد. يا ده انشف كده، عايزك تقع برجوله. انا ناشف اهو يا كابتن. انشف اكتر من كده. حاضر اهو. شوف، عايز اقولك على حاجه، اهم حاجه الرياضي يكون خلوق، واخد بالك؟ ما تعملش ميتين امي بقى، ما تنرفزنيش يا كابتن. ما بقالهاش سفاله وقله ادب، قلت لك هلعب خلاص. بتقول لي انا سفاله وقله ادب؟ ايه يا كابتن؟ طب هتلعب. هلعب يا كابتن. هتلعب ابو سفاله امك. يا عم ارحم امي بقى، ارحمني. ارحمك ايه يا دلعب، انت مصري. يا عم انا عارف ان انا مصري، وده علم اثيوبيا. انا عايزك تخش عليه تفشخه. ده مارا، ده هتفشخه. ده مارا، ده مارا ايه؟ دي مارا وحش. خش عليه. 1 2 3 4 الله يكرمك. جاهز ولا ايه؟ انا جاهز، بس خليه والنبي يبعد عني. جاهزين يا جماعه ابدا ولا اعمل ايه؟ هيلعب 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 والمصحف ما تلعب. حرام عليك يا اخي، عطشان يا اخويا عشان تستريح. عايز اشرب يا كابتن. تشرب؟ ناس تقول لي اكل سموزي. كابتن عطشان عطشان، مفيش ميه. طب هات لي الماوس جارد الثاني تتكسر. ماوس جارد مالك قاعد زي النسوان كده؟ يالا ما تستعجل. Where did you find the motherfucker? You didn't want to tell him you left down, you won't see the motherfucker. ميه What? ووتر بليز. الله يسهل لك. الله يسهل. Where did you take any motherfucker? الدكتور بتاعي قال لي انت لازم تبطل كده بقى، وكفايه عليك عشان عظمك اتكسر كله. كل في الوطن هتلعب طول ما رقاش على وش الدنيا هتلعب. طب ثانيه واحده بس، ثانيه واحده معلش. انت جيت تاني يا ابن الكلب يا ابن حيوان. ليش غاغا من بابا؟ يعني لا تكون فاكر ابني، لا تكون فاكرني ابن ناس، وبابي جايبها لي. ايوه يا عم، ما انا كمان من بابا وانا ابن ناس، ما انا ابن كلب. لا يا راجل، تعرف هشام الاسود؟ هشام الاسود؟ اه اعرفه، ده جوز اختي. بجد والله؟ اه فعلا. ايوه
يا جماعه ما تخلصونا بقى يا جدعان، عايزين نتحرك يا جماعه بعد اذنكم النار بتولد. استنى بس، هشام ده كان خاربها ايام المدرسه في ابن خلدون. وانت كنت في ابن خلدون؟ ايوه. انت تعرف ابراهيم تيسير؟ انت تعرفه؟ انا ابراهيم تيسير. انا مين دي؟ هم يا باشا، هم دول اللي موقفين الطريق. امال العيال دي كلها؟ يلا هات راسك. يلا روح امال التوك توك ده. يلا يا باشا يلا. يا باشا معلش، انا اسف. انت بقى معاك امك يا باشا. انا اسف يا باشا معلش، انا بس انا وصاحبي اتقابلنا، كنا في مدرسه ابن خلدون ومن امبابه، يعني فزمايل مع بعض دفعه واحده. ابن خلدون اللي في امبابه؟ ايوه يا باشا. والله يا راجل. ايوه يا حول الله يا رب. انت مش فاكرني انا؟ لا مش واخد بالي يا فندم. استنى. حوضه بربور. ايوه حبيب قلبي حوضه. ايه ده؟ يلا يا ابني ده بجد ده ولا هو مقدم محمود النمر؟ لا راجل ما عرفتكش والله. ايه ده؟ مش دي ميس عفاف؟ ايوه ايوه يا لابس عفاف بتاعتي اللي جايه. ايوه سلام يا رب. زيد سلام يو فيري ماتش. انا بقول ناخد الغياب بقى. يا حضرتك احنا ممكن نمشي عشان مراتي بتولد؟ انت مين يا ابني؟ انا جاي من الفصل اللي جنبكو، عايز امشي. يا مدام عفاف حضرتك كنت مدوخه المدرسه كلها. احنا يعني خدت مننا رقايق. والله يا والله يا انا كبرت والله يا ولاد بقى. وبعدين انا ما واجهت اصلا عرب، يعني انا بقيت. أيوة. انتوا فين دلوقتي؟ وانت يا ابني انت مش اسمك انت ابراهيم تيسير صح؟ ايوه ايوه. واخوك عامل ايه؟ اخويا بيسلم عليك وزي الفل. وانا الحمد لله والله بقيت شغال في التكاتك اهو، اول توك توك اهو. بس الحمد لله ربنا كريم يعني. وانا شغال في شركه كبيره شؤون قانونيه الحمد لله. وانا زي ما انت شايفه وانا مراتي بتاولد. جود جوب والله والله. جود جوب جود جوب بقى والله. جود جوب يا اولاد. انتوا ايه عايزه ايه؟ انت مين انت؟ خلاص مش فاكره. مش مهم ما تحرجهاش. والنبى ابراهيم عشان هي كبرت فاكره بقى والله. خلاص يا جماعه مش عايز اقطع لحظه امبابا الجميله دي. ممكن بقى تعدونا عشان ام مراتي بتولد؟ خلاص يا اخويا. انت مين يالا؟ حضرتك انا اللي جيت نادحت لك عشان اعمل المحضر. كنت معانا في المدرسه؟ لا كنت في السعديه اللي بتعلم عليكم كل سنه. طب غور ماشي. ياه فكرتني والله بايام زمان يا اولاد. طلعت النهارده يا مس. الله يخليك. ما زالك زي القمر والله. يا جماعه بقى يعني بمناسبه الايام الجميله دي وربنا جمعنا كده من غير ميعاد، انتوا معزومين على فرح اختي النهارده. ايه ده؟ اختك مين؟ البيت سعاد؟ ايوه. ايه ده؟ دي عدت عليا والله. خدت مين؟ خدت الواد ده بولس. الحمد لله ربنا كرمها يعني. بدر ابن حسني الجوايرجي. حسني الجوايرجي والله ناس تتقال في الدهب. حلو حلو. لسه غتت زي ما انت دايما كان بيطرد بسبب خلاص. يا فكرتوني بقى حلو. طب انا اسيبكم بقى يا جماعه عشان ورايا شغل. سلام عليكم. سلام يا بقى. مع السلامه. راح فين يا بيه؟ الناس واقفه الطريق وانا مراتي بتولد. انت المفروض تتاخد تحري اصلا. دي شكل اصحاب بينكشوا في بعض. طب استاذن بقى يا جماعه. حبيبي يا بربور. سلام سلام يا حوده. ربنا معاك. برعايه الله يا باشا. برعايه الله. ده غتت والله يا جماعه. الدنيا دي والله بقت فيري كلوز. اوضه وصاله يا ست الكل. الله متشكرين جدا. يا ولد والله كبرت ولزلزت خرب سنينكم. طب استاذنك بس يا ميس اساله على حاجه. حبيبه صح. حبيبي والله. بما ان طلعنا اصحاب وحبايب كده واخوات يعني. دنيا. دنيا. بقول لك ايه بقى؟ صلح لي الخبطه دي اكنها نقطه البت اختي. انا برضه اللي صلحه لك. امال ايه؟ ايوه انت اتجننت. حد يقف الوقف اللي انت واقفها دي اصلا؟ بقول لك ايه يا عم الحاج؟ خلص. خلص ايه يا عم؟ هو انت يعني كشك فيه ايه؟ ايه خلص دي؟ بقول لك ايه يا عم؟ هتخلص الخبطه دي حرام عليك، ده عليه اقساط ده بالافات. خلص مين يا عم؟ لا ده انا جايب لك ابراهيم الاسود بقى. لا 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 اقعد يا عم. يا عم شكرا ليكم. وانا كنت سعيد معاكم والله يعني بالتجربه دي بجد. اول مره يعني امثل على مسرح مع اجمل فريق شفته في حياتي. بحييهم تحيه جميله قوي. وعايز احيي فريق افتكاسات اللي
كنت مصر ان انا اغني معاهم على طريقه مزيكتهم بنوع اغنيه، فانا بحييهم تاني تحيه جميله ليهم قوي. عايز احيي طبعا كل فريق الاخراج اللي موجودين، عايز احيي الاستاذ طارق الجنايني، احمد الجنايني، وعايز احيي الاستاذ احمد الجنايني، وعايز احيي المخرج استاذ عمرو صلاح باسم مبارك، وعايز احيي الاستاذ والمخرج باسم مبارك، خالد منصور، وخالد منصور، وكمان خالد منصور، وكمان خالد منصور، وكمان خالد منصور، وكمان كل اللي موجودين يا جماعه. عايزين نحيي امتحان جامد قوي. صباح الخير، صباح الخير.